السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيناكم اليوم بتمرين تابع للاحتمالات الشرطية. إذا هذا التمرين يمكن أن يرد كاختبار أو كامتحان رسمي في بكالوريا. إذا هذا ورد في بكالوريا مسبقة. إذا التمرين يقول: ميل استقبل مركز إجراء امتحان شهادة البكالوريا مترشحين موزعين على 3 شعب. الشعبة الأولى هي شعبة الآداب والفلسفة، والشعبة الثانية هي شعبة العلوم التجريبية، والشعبة الثالثة هي شعبة الاقتصاد. الآن الآداب والفلسفة أس التجريبية والتسيير جي. إذا كان المعطيات كما يلي: 47% من المترشحين ذكور والباقي إناث. من بين الذكور يوجد 35 في شعبة في شعبة العلوم التجريبية، وكذلك 49 في شعبة الآداب، وما تبقى يكون في شعبة التسيير والاقتصاد. إذن على بركة الله، من بين الإناث كذلك لدينا 10% من الإناث هم في شعبة هن في شعبة التسيير والاقتصاد، ومنهن 37 في شعبة العلوم التجريبية. نختار عشوائيا مترشح هن من هذا المركز. إذا أنجز شجرة الانتحالات التي تنمذج هذه الوضعية. هذا السؤال الثاني كان كما يلي: احسب احتمالات كل حادثة من الحوادث التالية. الحوادث هي أن المترشح المختار أنثى ومن شعبة التسيير والاقتصاد. بالنسبة لي بي المترشح المختار من شعبة التسيير والاقتصاد. سي الحادثة سي هو المترشح المختار أنثى علما أنه من التسيير والاقتصاد. إذا نعود إلى نص التمرين. قال أعطيت المعطيات كما يلي: قال أن هنا لدينا 47% من المترشحين ذكور، معناها الإناث كم يكون من الإناث؟ إذا الإناث يكون في هذا المركز 53%، 53% إناث. إذا لإتمام الشجرة. بعدها من بين الذكور، الذكور يوجد من بينهم 35 هم في شعبة العلوم التجريبية، و 49 هم في شعبة الآداب والفلسفة. نجمع هذين النسبتين فنتحصل على أن مجموع النسبتين هو 84. 84 كم ينقصها على 100؟ ينقصها 16، وهي في شعبة التسيير واقتصاد. الإناث نأتي إلى الإناث: 10% شعبة التسيير واقتصاد، 37% هن في العلوم التجريبية. نجمع النسبتين نتحصل على 47%. 47% هذه ننقصها من 100 نتحصل على أنه بقي 53% حتما هم في الآداب والفلسفة. بعدها قال نختار عشوائيا. إذا ننمذج هذه المسألة بالنسبة لعملية شجرة الاحتمالات على بركة الله نتمها بالشكل التالي. إذا قلنا بالنسبة لمجموع العدد الموجود في أو مجموع النسب، النسبة لازم يجب أن يكون 100%. إذا الذكور كانوا 47%، معناها الإناث 53%. هنا من الذكور لدينا 35% شعبة العلوم التجريبية، 49 شعبة الآداب، و 16 حتما هم في شعبة التسيير والاقتصاد. بالنسبة للإناث أعطيت المعطيات أن 37% في شعبة الآداب والفلسفة، والتسيير والاقتصاد كانوا 10%. إذا 53% كهن في العلوم التجريبية، هن في العلوم التجريبية. إذا بعد الشجرة هذه، هذا ماذا يعني هنا؟ إذا احتمال أن يكون المترشح ذكرا هنا مباشرة هو عبارة عن 47% أو 0.47. بالنسبة لاحتمال أن يكون المترشح أنثى هو 0.53. هنا الاحتمال الشرطي، هنا الاحتمال الشرطي، ما احتمال أن يكون المترشح يدرس في شعبة العلوم التجريبية علما أنه ذكر؟ إذن هي عبارة عن 5
و30% أو 0.35. بالنسبة لهذا، هذا ماذا يعني؟ هذا يعني أنه بالنسبة لاحتمال أن يكون المترشح من الآداب والفلسفة علما أنه ذكر. نفس الشيء هنا، أن يكون المترشح من تسيير الاقتصاد علما أنه ذكر، هو 16% اللي هو 0.16. أما هذا فهذا يعني أنه المترشح يكون في العلوم التجريبية علما أنه أنثى، هي عبارة عن 0.53. وهنا احتمال أن يكون يدرس في الآداب والفلسفة علما أنه أنثى، هو عبارة عن 0.37. وهنا المترشح يدرس في شعبة التسيير الاقتصاد علما أنه أنثى، إذا هي 0.1 اللي هي بالمئة. إذا هذا فيما يخص بالنسبة لي الأول اللي هو عملية شجرة الاحتمالات. بعد شجرة الاحتمالات لدينا على بركة الله قال أحسب كل حادثة من الحوادث التالية. الحوادث هي عبارة عن أولا المترشح المختار أنثى ومن التسيير واقتصاد. بالنسبة لي عملية اختيار المترشح أنثى ومن التسيير واقتصاد، إذن يعني هذا التقاطع، إذن أنثى ويكون في التسيير الاقتصاد، معناها نتشبع هذا الفرع. إذن ها هنا يكون أنثى ويدرس في شعبة التسيير واقتصاد، معناها نقوم بعملية ضرب هذا الفرع. إذن فسوف نتحصل على أن حساب الاحتمالات التالية. إذن الاحتمال الأول اللي هو المترشح المختار أنثى ومن شعبة التسيير واقتصاد، إذن على بركة الله قلنا نضرب الفروع فنتحصل على أنه عبارة عن 500. إذن هو عبارة عن 530 على 10,000 اللي هي 0.053. بعدها قال المترشح هنا المختار من شعبة التسيير واقتصاد. إذن من شعبة التسيير واقتصاد ماذا يعني هذا؟ يعني إما أن يكون ذكرا من يكون ذكر ومن تسيير اقتصاد، معناها نتبع الفرع هذا هكذا وبعدها نتبع هذا، أو يكون أنثى ومن تسيير اقتصاد. إذن أولا نضرب 47 على 100، نضربها ب 16 على 100، وكذلك 53. إذن نقوم بعملية الحساب. إذن هي 47 على 100 مضروبة في 16 على 100 زائد 53 على 100 في 10 على 100. إذن نقوم بعملية الحساب نتحصل على أنها 0.1282. إذن بالنسبة إذن بعدها لدينا قال سي هو المترشح المختار أنثى علما أنه من تسيير واقتصاد. إذن التسيير شعبة تسيير الاقتصاد قمنا بعملية حساب احتمالها اللي هي تسيير الاقتصاد. بالنسبة لي المترشح أنثى ومن تسيير الاقتصاد التقاطع قمنا بعملية حساب، وها هو التقاطع اللي هو 0.53. إذن عملية حساب احتمال أن يكون المترشح أنثى علما أنه من تسيير الاقتصاد، معناها هو عبارة عن هذا التقاطع حاصل قسمة التقاطع اللي هو أن يكون أنثى ومن تسيير اقتصاد، على حاصل على أن يكون هذا المترشح من شعبة التسيير واقتصاد. إذا نقوم بعملية الحساب، إذا التقاطع هو نفسه بلي أ، أن يكون في شعبة التسيير واقتصاد هي عبارة عن بلي بي. إذا ونقوم بعملية حساب النسبة فنتحصل على أنها 0.41. هذا بالنسبة لهذا التمرين هي نهاية التمرين بالشكل السابق. إذن من الشجرة نتحصل على كل ما نريد. إذن هذا بالنسبة لي هذا الاحتمال الشرطي هنا غير موجود في الشجرة مباشرة، إذن يجب أن نحسب التقاطع اللي هو الأول. هنا حسبنا التقاطع، وبعدها احتمال أن يكون في شعبة تسيير الاقتصاد
حسبناها سابقا فنتحصل على أنها عبارة عن 0.41 بالمئة. كان معكم الأستاذ جويل أحمد بن مجد طمانات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.